وفي المملكة العربية السعودية توافد المصريون على مقار اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وقد فتحت مقار اللجان الفرعية الانتخابية أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للدولة، وتستمر عملية التصويت حتى 9 مساء، وذلك خلال الأيام 3 للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. هذا وقام سفير مصر بالسعودية ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.